انا شفتهم المساخن كيجمعوهم وداك الشيء زعما كنا دايرين بحال المروزيه. هذوك راه ماشي مساخن، الا ما كانوش هاد الجدوره بحال ما هكا كنسميوهم هادو جدوره ديال الربيع، هادو راه هما يا هما المساخن. اما بالنسبه كاين اللي كيدير عير القرفه ويدير مثلا الكوزه ويدير داك الشيء، هذاك راه كيتسمى مروزيه. هانتي شتي هادو كيفاش كيوليو ملي كيتمسحوا؟ سرغان هادي، اييه شي سرغانه، سرغينه سرغينه. هنحاول باش نعقل على الاسماء ديالهم. السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين. نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تكون مفيده لكم. فهاد لا فيديو غادي نتقاسم معكم الطريقه ديال تحضير هاد المساخن هادو على ايدي الماما. المساخن ديالنا هما هادو، غادي ان شاء الله تتبعوا معنا. كاين الجزء الاول اللي هو صايبناه وقديناهم، والجزء الثاني هو اللي كمل لينا، هو اللي كيجعل لينا المساخن يكونوا المساخن الاصليين. حيت بالنسبه لهذوك العروق ولا هذوك الجدوره كما كنقولوا هما المساخن الحقيقيين. المهم راه غادي تتبعوا معنا ان شاء الله وغادي يطلعوا لكم المساخن ديالكم، ما نقولش لكم شي حاجه رائعه. الا ما كانش المساخن فيهم هاد المسائل هادو بحال هادي شجره مريم، بحال ودر الحلوف، بحال سميتو خد نجال، هادو راه ما كيتسموش مساخن، ولكن هادو المساخن الحقيقيين ديال الوالدين ديالنا اللي كانوا كيفاش كانوا كيصايبوهم. والمهم ان شاء الله هادو راه غادي نوريكم كيفاش كيتمسحوا. كاين الحاجه ديال الغسيل، بحال هادو راه غسلناهم، بحال هادو راه تمسحوا، درنا واحد التسريبيته فازقه وكنمسحوهم. انا نوريكم الطريقه كيفاش تمسحات ماما هاد الاعشاب هادي وكيفاش تبدات تصايب فيهم. دونك دابا غنخليكم مع الصور ديال الطريقه ديال كيفاش تتمسحوا هاد الاعشاب ولا كيفاش تنظفوهم. اللي تيتغسل تيتغسل، واللي تيتمسح ولا اللي تيتنقى. المهم نخليكم انا مع الصور ونرجعوا عاوتاني. هذه شجره مريم، هذه ودن الحلوف، ضروري خاصهم الغسيل حيت كيكونوا عندهم هاد الجديرات هنايا. وهادو هما الاساس من المساخن. المساخن الا ما كانوش فيهم بحال هذا راه بحال اللي رجعوا مروزيه. الا درنا غير المسائل اخرى بحال البسيبسا وقع كلا راه بحال تقريبا هادو كنقولوا ماشي مساخن، بحال اللي نقولوا راه هما غير مروزيه ولا شي توابل ديال اللحم ولا ديال الدجاج. شتي شحال ديال التراب كيحيد، ضروري كيكون التراب. هي الماء ديالهم نقي ما بقى فيه والو. دابا غادي نسكرهم بحال ما هكا نشفهم هكايا، وعندي الشميشه برا زوينه غادي نديرهم فواحد السريبيته عاوتاني نشفو واحد شويه وغادي نخرجهم برا الشميشه. صافي من هنا للعشيه غادي يكونوا ان شاء الله غادي المهم يكرموا. وغادي الى هذا غادي ندخلهم نسخن الفران ونحطهم في واحد الطاوه ونطفي الفران وندخلهم باش يجيوني في الطحين ساهلين. نديرو لهم بحال هكا كنحطهم بهاد الشيته. علاش كنحطو الشيتا؟ حيت كيكون فيهم التراب. ها همايا قربي لينا نشوفوهم. ها انتي ها همايا ها هما. شوفي دابا ما بقى فيهم لا تراب لا والو، غادي نوريكم التراب واخا هذه الربيعه هي تكون حيت جدتهم انا باقيين طريين باقيين خضرين. شتيهم؟ ها انتي دابا راه كلشي حكيتهم بالشيتا، غادي تشوفي اش غادي يحيد منهم. شتي بالنسبه للتراب، شوفي التراب هانتي التراب اللي كيحيد. شتي التراب اذا الا ما كناش هاد الجذوره نغسلوهم بحال ما هكا راه واخا نمسحوهم واخا هذا كيبقى فيهم التراب. هانتي كيتغسلو وتعاودي دابا حكيتهم بالشيته مزيان، وها هما يا دابا غسلناهم حتى ما غاديش يبقى فيهم التراب باش ما يجيوناش المساخن ديالنا كيتغرزو ولا جا فيهم التراب راه ما كاينش معنى. ضربي واحد التماره وفي الاخر ما هانتي شتي التراب راه بدا كيحيد. بقى واحد شويه هما غنغسلو ماشي مرة ماشي جوج ثلاثة وربعة حتى كيتقطع هذاك السميد. والمنافع ديالهم راه كاينين في الداخل، حنا كنغسلوهم دابا من برا. يا شتي شحال في هادي التراب؟ التراب شحال؟ هادي راه غادي تشوفوها شوفوها تقولوا لا راه ما فيهاش تراب، زعما غادي نقدروا نمسحوها؟ لا ضروري خاصهم الغسيل بحال هاد الجوره كلهم. غادي دابا نحطهم غير في يتسقطروا مزيان، وغادي ندير غادي نسرحهم في واحد الطاوه ندير لهم واحد شي زويف ولا شي سربيته نحط نستفهم فوق منها ونطلعهم للسطح ولا نحطهم في البالكون تينشفوا.
تينشفوا على خاطرهم وغادي نشدهم ديك الساعه غادي نحاول ندقهم غير باش يتهرسوا عاد نديهم عند مول الطاحونه. وراه دابا ماشي غير غسلت غير هادو، راه انا بغيت نوريكم غير الطريقه ديال الغسيل. اما هما يا راهما فيهم كثارين بحال هاد الجدوره هادو ولا هاد الربيع كما نقولوا حنايا ديالهم، راه كاين كثير. المهم دابا وريتكم الطريقه ديال الغسيل حيت ضروري يتغسلوا بحال ما هكا وصافي. دابا حنا ملي غادي ملي غادي نكرموا ان شاء الله ونشفوا غادي نتلاقاو معاكم. هادو دابا بحال دابا هاد السانطير كندير السربيته كنفزقها واحد شويه، شوفي القبره ديال هاد الشيء كنفزقها واحد شويه وكنمسح كنديرهم بين يديا بحال هكا ونمسح شويه. ها كيما درت لهاد سميتو هاد الفاديان حتى هي درت ليها نفس الطريقه، زويه فازق شي راه بحال اللي من الدين، زويه فازق السربيته فازقه شتيها انت من هنا شتي السربيته كتفازق غير شويه ماشي بزاف، وكنديرهم بين يديا وكنحكهم هكايا. وبحال هاد ظهر فلفل حتى هي راه تمسحات شويه كي ولات كتبان نقيه ما فيها حتى حاجه. البوزه هاد الجديره حتى هما حتى ما دوزتهم عرفتي كندير ليهم بحال ما هكا، وهذه تكون قلنا من الديه شويه وكنمسح بحال ما هكا نمسح نمسح شتي الا كان شي غبره ولا شي حاجه كتحيد حيت هاد الماء هادو اللي ما خصهمش يتغسلوا. اما المسائل اللي خصهم يتغسلوا بحال هادو راه بينت لكم كيفاش تغسلوا. ها هما كرموا طلعتهم من الشمس، ها هي دي شجره مريم هذه ولد الحلوف. هاد الكمون هاد الكمون الصوفي هذا راه كيتغسل وملي كتوركي عليه هكا كيولي بحال الصوفه كتغسليه مزيان، هذا كيشد التراب، هذا فيه واحد القطن واحد الصوفه كيشد مزيان التراب. ملي كتغسلوه وديروا ليه بحال ما هكايا كتبقى التراب، راه كتشوفوا التراب هكا كاينه، كتعصروه مزيان وكديروه حتى هو في واحد الزويف بحال هذا سريبيته صافي، وكنحطوه في الشميشه صافي كينشف. نفس الطريقه الكمون، الكمون راه مغسول، هذا راه عندنا في الدار ماشي مشكل. بالنسبه لهادو حتى هيايا حتى هي هاد سميتو حتى هي غادا نغسلها حتى هي غادا تمسح حتى ما كيتغسلوش بحال زريع الكتان بحال حب برشاد هذاك الشيء ما كيتغسلش. ايوا المسائل الاخرين كلهم تقريبا كيتغسلوا صافي. راه حنا خدامه دابا انا كنغسل هادو، راه يلا نطلعهم حتى الشمس شويه. هادو ولد الحلوف راه وريتكم الطريقه ديال الغسيل ديال الغسيل ديالو ولد الحلوف وسميتها وهاد شجره مريم. هنا الزعتر راه مغسول خضر، هذا مغسول ملي كان خضر ملي راه ورينا معكم الطريقه ديال الغسيل ديالو. هنايا عندي سميتها هذه عندي حبه الهيل، هذه عندي شاريه حتى هي ماسحه هذه وديرها هنا، غادي ناخذ منها القياس. دابا هذه راه ماسحاها وديرها في هذه القرايعه، جيبها معايا هذه من دار بيضاء كتباع بكيه بحال ما هكا ب 10 دراهم زعما لا باس بها. هذه غادي ناخذ هنايا ملي غادي نقاد هذا الشيء كلشي غادي نمسحو غادي نبين لكم المقادير شحال خصنا. عندي شي حاجه بحال هذه هاد شجره مريم راه عندي مازال منها عندي في السطح كتكرم، ملي غادي ينشف كلشي ويتمسح ويكرم ديك الساعه راه حنا غادي نداو معكم في المقادير نديرو لكم مقادير ان شاء الله ونديوهم طحنوهم ان شاء الله. السلام عليكم، اليوم ان شاء الله غادي نديرو معكم الساخن الحقيقيين. المهم ان شاء الله نتمنى على الله هاد 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 المواد هادي تقيدوها وتوليو الا بغيتو تمشيو عند العطار غادي تاخذوا من عنده هاد المسائل وتصايبوا المساخن ديالكم بوحديتكم بما تحتاجوا، لا غادي تشريوهم لا مطحونين وعارفين راسكم اش درتو في الحجره ديال المنزل ماشي بحال ديال كتاخديها طالعه. راه ما يمكنش العطار غادي يدير لك هاد المواد كلها يديرهم لك في المساخن وما يكونش جداد، واخا يديرهم لك كاملين ما غاديش يديرهم لك جداد شي حاجه وما يديرهمش جداد وما يكونوش نقيين، ما يمكنش غادي يغسلهم هو وينقيهم وهذا. المهم من الاحسن هي كنديروا واحد الوريقه ديالنا وكنقيدوا فيها هاد المسائل نهار نبغيو المساخن بحال النافسه الا بغات تولد اولا هما راه ضروري خصهم يكونوا في المنزل، راه كنحتاجهم في بزاف ديال المسائل، كنديرهم في المسمن كنديرهم في الكسكسو بعض المرات، المهم كنديرهم في سميتو في الكرداس، المهم في الرفيسه راه نتوما عارفين هذا وهما راه صحيين. المهم الاحسن هي يكونوا عندنا في المنزل ديالنا وراه ما كيخسروش كيدوروا العام ولا اكثر وهما كيبقاو هما. المهم علينا غنبداو ان شاء الله. عندنا هنايا سكينجبير، عندنا هنايا شجره مريم، عندنا هنايا الخدنجال، عندنا هنايا هذا كيقولوا ليها ولد الحلوف، عندنا هنايا الفوة، عندنا هنايا
ترياله ترياله، عندنا هنايا صرغينه، عندنا هنايا الورد البلدي، وعندنا ورقه موسى، وعندنا القرفه، قرفه كل بلديه، وعندنا هنايا سيبيسا. هذا بالنسبه لهاد الطبق هذا دايرين فيه هاد المسائل هادو اللي هكا كبار. استعملنا الطبق حيت هو بلدي زعما، بغينا باش نبقاو في كل ما هو بلدي. اييه عندنا هنايا ظهر فلفل، عندنا هنايا نويويره، وعندنا هنايا الهيل، حبه الهيل. هما هذه ما ذكرناهاش شنو هي؟ هنايا كانت في الطبق. كانت في الطبق نسيناها ما قلناهاش. هذا الكبار ها هويا. هنايا عندنا الابزار الابيض، عندنا الابزار الكحل، عندنا القرنفل، عندنا السانطير. دابا علاش دايره شويه شويه؟ حيت ماشي غدا. المهم راه عندي انا هذا الشيء، عندي الابزار، عندي انا وبغيت باش نوريكم. اما عندي كل شيء ملي غدا نبغي نطحن راه عاد غدا ندير المقادير شحال. نوريكم الكميات شحال. اي الكميات شحال. هنايا عندنا الحب رشيد، هنايا عندنا الزنجلان، هنايا عندنا الزعتر، هنايا عندنا الكمون البلدي، هنايا عندنا الكمون الصوفي، هنايا عندنا الباديانا، هنايا عندنا الجوزة الصحراوية، هنا كاين زريعة الكتان، كاين الجوزة، هنا عندنا الخرقوم. الخرقوم راه عندي مطحون ديال اليد ديال درته من هنا من الدار، عندي طحناه بيدي. هنا قزبر حبوب، هنايا عندنا السانوج ولا الحبه السوداء، هنا عندنا اليازير، هنا عندنا فليو، هنا عندنا شويه ديال الحلبه، هنا عندنا شويه ديال النافع وحبه حلاوه، هنا عندنا الخرواع. دابا بالنسبه لهاد المكونات هذه ضروري يكون عندها كل وحده والكميه ديالها هي كبيره. بحال دابا شي حاجه اللي كتكون مجهده مجهده بزاف ما كتقدريش عليها ما يمكنش نكثروا منها، خصنا نقصوا منها. واخا دونك دابا غادي تقولي لنا شنو هما يا المكونات ديال هاد المساخن هذه. إيه ان شاء الله بالنويويره. النويويره عندنا معلقه كبيره ديال النويويره، هادشي راه كلشي مدوزه انا وعارفه شحال. عندنا هنا معلقه كبيره ديال النويويره، شتيها ها هي يا ها هي درناها هنايا، ها هي معلقه كبيره ديال النويويره. عندنا معلقه ونص ديال ظهر فلفل، ها هي شتي راه كلشي مغسول ومنقي. عندنا هنا جوج معالق كبار ديال النافع، جوج معالق كبار ها هما يا عمرناهم مزيان، راه جوج معالق كيعطيونا جوج معالق. عندنا هنايا معلقه ديال معلقه ديال الابزار الابيض، ومعلقه ديال القرنفل، وعندنا هنايا راه غادا نزيد مازال الابزار. الابزار هنايا حيت دوزته كله هنايا ها هوايا، هنايا راه بقات غير شي شويه عندي باش نوريوكم. اي عندنا معلقه كبيره ديال الابزار الاسود، وعندنا معلقه كبيره ديال الابزار الابيض، وعندنا معلقه كبيره ديال القرنفل. عندنا هنايا معلقه ديال الكرويه راه فيها جوج الانواع، وحده دايره بحال الكمون، وحده بحال شويه بحال زريعه الكتان دايره. شوفوها اييه فيها جوج الانواع ها هي، هذه اللي دايره بحال الكمون، هذه مع الريحه ديالها مجهده راه ما معلقه ما عامراش. الكرويه اييه هذه معلقه ديال الكرويه. هذه عندنا معلقه ديال الهيل، ما غاداش نكثر منها مع الريحه ديالها مجهده، ما غاداش نكثر منها، معلقه فقط. معلقه كبيره ديال الهيل. اييه معلقه كبيره ديال الهيل. هنايا هذا عندنا السانطير، السانطير راني مسحته في واحد السربيته فازقه ونشفته. المهم هذا عندنا جوج معالق كبار، جوج معالق كبار ديال السانطير. عندنا جوج معالق كبار ديال الكمون الصوفي، ها هو
عندنا جوج معالق كبار ديال الزنجلان مغسول ومنقي. هذه مع الريحه ديالها مجهده باديانه عندنا فيها معلقه كبيره الريحه ديالها مجهده بزاف، ما خصناش نكثروا فيها باش ما تقضي لينا المذاق ديالها، يقضي لينا على سميتو على المذاق النساخ. اييه عندنا هنا جوج معالق كبار ديال الزعتر، هذا راه مصايب على اليد، خضر شارينو خضر غاسلينو بحال شكل النعناع. والمهم كاينه الطريقه ديالو في لاشين، غنخليها لكم في صندوق الوصف. ايوا عندنا جوج معالق ديال الفليو، هادو المذاق ديالهم زوين وما كي المهم ما كيكونش واحد الجهد فيهم خايب اللي غادي يخليوك المهم المذاق ديالهم زوين. جوج معالق ديال الزعتر وجوج معالق ديال الفليو. عندنا جوج معالق ديال زريعه الكتان، عندنا جوج ديال الكوزات، عندنا هنا جوج معالق ديال الكوزه الصحراويه. علاش هنا ما كاينينش جوج معالق؟ حيت راه حنا دوزناها، راني يعني بديت بها هي الاولى اللي مخلطه هنا. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الكمون، الكمون البلدي غير معلقه صافي، معلقه وشويه. عندنا هنايا جوج معالق ديال الحلبه، حيت تعرفوا هاد المساخن كيكونوا كيجيو في الرفيسه، والرفيسه راه معروفه بالحلبه، داكشي علاش درنا جوج معالق. عندي هنايا جوج معالق ديال القزبر حبوب، هاد سميتو هاد السانوج ولا الحبه السوداء غادي ندير غير معلقه كبيره. هنايا غادي نديرو غير معلقه كبيره ديال الريحه ديالو شويه مجهده، غادي نديرو غير معلقه ديال اليزير. هنايا عندي غادي ندير جوج معالق ديال الخرواع، جوج معالق. هنا هادي خاصنا ولا بدا خاصني نهرسها في المهراز، ضروري غادي نديها مع دوك العشوب ديال المهراز. تريالة سميتها، اي تريالة، هادي تريالة جوج ديال الطريفات، وهاد كبار، هاد كبار عندي خمسة ديال الوحيدات مع هاد التريالة، راني غادي نمشيو في الجانب الاخر اللي غادي اللي كاينين في هاد الطبق هذا. اييه دابا غادي نجيو لهاد الطبق هذا. هنا قلنا عندنا جوج هاد الطريفات ديال التريالات، انا كلشي غادي نخلطو تما ومن بعد راني غادي نهزهم ماشي مشكل. هادو جوج طريفات، هادي قلنا خمسة ديال سميتو ديال الزريعات ولا شنو هما ديال كبار. هنا عندنا بسيبيسه هكا تقريبا واحد جوج معالق. هنا عندنا القرفه عويدات، على قد ما تهزي يدنا بحال هكا، القرفه راه ما فيهاش مشكل، قد ما درناها قد ما مزيانه. هنا عندنا بحال لي جوج معالق هكا عامرين ديال سكينجبير، شي جوج معلقات ديال سكينجبير. هنا عندنا معلقه كبيره ديال الخدنجال الورد، هنا عندنا معلقه ديال الورد، نحيدوا ليها هاد الوريده ديالو، الورد البلدي، الورد البلدي ايه ها هو كنحيدوا ليه الوريده. كلشي هادي اعشاب زوينه وصحيه، كلشي صحيه، ما كاينش شي حاجه اللي الواحد يخاف منها. ها هي معلقه كبيره ديال الورد. عندنا هادي الفوة تقريبا جوج معالق، راه الا حناهم غادي تعطينا جوج. عندنا هنايا جوج معالق ديال صرغينه، عندنا هنا واحد ستة الوريقات ديال ورقه موسى،
عندنا هنايا كما كنقولوا حنايا حفينه، حفينه بحال ما هكا بيدنا. راه هادو راه تعرفيهم راهما خاوين، مادام بحال الا طحناهم راه كيعطيونا جوج معالق ديال ودن الحلوف. عندنا هاد شجره مريم، هادي زوينه، هادي صحيه بزاف، هادي صحيه. سمعت عليها وقت كيهضر عليها، قال لك صحيه بالنسبه للمراه وبالنسبه لهذا. راني كنت دايره في حاطه عير غصين، قلت عير بحال ما هكايا، ولكن زدت منها. ها هي تقريبا قد هكا، حيت هي راها خاويه كما كتشوفوا. راه هذا بحال اللي مثلا لا طحناها، الا بغينا نديروا كل حاجه بوحدها بحال لي جوج معالق كبار اللي نديروا منها. صافي هاد الشيء هذا غادي نقصوه، شي مشكل. هاد الشيء ملي غادي نخلطوا هاد الشيء كله، هنا غادي نخويو هاد الشيء كلشي في الطبق ديالنا. خلطنا هاد الشيء كلشي بحال هادو، راني غادي ندير ليهم، غادي نزيد نقطعهم. عندي واحد المقص كنقطعهم وكنديرهم في المهراز شويه حتى كندقهم حتى كيوليو بحال ما هكا. وعاده كنديرهم في واحد السطيله، وعاده كنديهم عند السيد اللي غادي يطحن لينا، اللي كيطحن التوابل، غادي يطحن لينا كلشي. وملي يطحنهم ليا ونجيبهم غادي نزيد عليهم الخرقوم، حيت الخرقوم انا مدايراه على اليد، حيت شارياه بحال ما هكا عواد بحال ما هكا. وكندير ندوزو في واحد النقيطه ديال الزيت باش كيعطي داك اللون وكيبقى نحافظ على هذا ديالو. وكنبديه عاد العطار كيطحنوا ليا، المهم ما بغيتوش يديروا ليا هنايا. ملي غادي نجي هذا الشيء ونطحنو، غادي نجي نغربلو وغادي نزيد عليه هنايا الخرقوم بحال هاد المسائل هادو. غادي نزيد عليهم جوج معالق كبار ديال الخرقوم وغادي نخلطو. ان شاء الله ملي غادي نطحنوهم راه غادي نتلاقاو ان شاء الله. دونك دابا غتاخدي ترمشيهم، دابا غادي ناخذ كندير بحال هكا. بحال دابا هنايا كاينه الفوه، غادي ندق بحال هكا شويه، عندقهم شويه. انا عزيز عليا المهراز، كنبغي في المهراز زعما كيجيني احسن. كندق بحال هكا وكندخل كنخوي. غتسهلي شويه العمليه على الماكينه. اييه كناخذو عاوتاني من المسائل كلهم. وميره هاد العشوب راه كلهم كانوا في الشمس، دابا علاش كيجيونا ساهلين اللي بغينا نديروهم؟ حيت ملي كيكونوا في الشمس ملي كتبداي تهرسيهم بحال هكا كيجيوك ساهلين. دابا حنايا هاد العطار ما عندوش هذيك الماكينه الكبيره، عنده الصغيره. ديما الا ديتني شي حاجه كيقول لي هرسيها ليا شويه، كندير ليها بحال ما هكا صافي وكنديهم ليه. مزيان. دونك دابا غناخذو نكملوا العمليه ديال التهريس ديالهم. اييه كما شفتوا معنا، ها هما يا هاد المكونات هذيك شفتوا معنا خلطناهم وكل شيء. ها هما يا دابا غادي نخليو ماما اللي تشرح لينا على هاد المكونات هذه الثانيه. كيفاش بدا كاين انت تمشيتي جبتي هاد الثانيين؟ منين جبتيهم هادو دابا؟ حيت هنا واخا الاغلبيه ديال دوك العطاره ولا اللي كيمشي عندو تقول ليه مساخن، راه ما كيجمعش لك المساخن الحقيقيين. خاصك تعرفيهم تيان، تعرفي المساخن وتعرفي كيفاش كيكونوا. المهم هنايا العطار الاولاني اللي مشينا عندو جمع لينا هادو، تقريبا راه تقريبا بحال اللي نقولوا راه مروزيه هذيك، حيت كاين واحد الفرق كبير ما بين المساخن والمروزيه. والمساخن الا ما كانوش فيهم هاد الجدوره بحال ما هادو، بحال ما هادو ما كنسميوهمش راه يكونوا مساخن. دابا هادو هي التكميله، دابا باش غادي نكملوا المساخن اللي يكونوا عندنا مساخن. ملي كديريهم في الرفيسه ولا كديريهم كيعطيو داك فرق كبير، ديك النكهه ولا داك المذاق ديال المساخن. اما داك تافينا عيب، هادوك اللي خدمنا في الاول هادوك راه كيتسماو لا بحال تقريبا راه قرابين زايدين فيهم على بعض المسائل. اما راه كيتسموا راس الحانوت راه هو المساخن نيت. صافي المهم انا مشيت ملي ما كتبت ملي ما اقتنعتش بهذوك الاولانيين ما لقيتش هنايا. ماما بين قوسين قطعتك، ماما راه كانت تشوف جد الله يرحمها هي اللي كانت تصايبهم قدامها، وكنتي عارفه بانه تيديروا فيه مجدوره. هي عارفه انا بانه كيديروا فيه مجدوره، ولكن انا ملي مشيت عند العطار وجمع لي هادو ما اقتنعتش.
اذا فين غادي نمشي؟ اتجهت للجميعه اللي في دار بيضاء، ولكن ماشي حنا ضروري الناس كلشي غادي يمشيو ضروري للجميعه، اللي ما سميتو اللي ما كاينش الجميعه كاين بعض العطاره. حنا بغينا نوريوكم راه الا ما كانوش هاد الجذوره راه بحال اللي يقولوا ما كيمشي ما كيتسموش هذوك المساخ. كاينين هنايا عندنا هاد المكونات هادو الثانيين، كاين عندنا سرغينه ممكن تقولوها للعطار تقولوا لي غير هاد الاسماء ديال الثانيين ديال سميتو، كاينه سرغينه، كاينه الفوه، كاينه الطين المطيه كماما الطين المطيه هذا اللي كاين، جدر السلك، كاينه تفغه. المهم كلشي هاد المكونات تقولوها سميتو العطار. كاينه عاوتاني مس حنظر، مس الحنظر، مس الحنظر هي. وكاينه شندقوره، شندقوره بحال هادي راه جبتها انا خضراء، تجي ليها خضراء كتلقاها خضراء عند العطار. المهم انا مشيت للجميعه باش غادي نقتنع، مشيت على الجميعه عند الناس اللي التخصص ديالهم هو هاد المساخن الحقيقيين. ملي مشيت وديت لي هادو كمل ليا هو داكشي اللي بقى، وما هاد المسائل اللي ذكرتي يا غزلان، الفوه والمس حنظر والصرغينه. انا غنكتبهم لكم دابا كاملين باش تعرفوا المكونات الثانيه ولا المكمله اللي تتعطي الفرق ما بين المساخن والمروزيه. اييه، وعاوتاني كيعطيك حتى المقادير، حتى بالنسبه للمقادير القياس كيعطيهم لك شحال. انا ملي وصلت لي هادو وريتهم لي قلت له ودي كمل ليا صافي، هما هادو بقاو ناقصيني، هما هادو اللي اقتنعت بهم انا، هما اللي كانوا خاصيني. حيت هاد الجذوره هادو راه الا ما كانوش هاد الجذوره في المساخن راه ما كنسميوهمش مساخن، بحال هاد الجذوره كلهم. صافي انا هنايا شديتهم ودرت لهم الشيته وغسلتهم مزيان، حيدنا منهم داك التراب، حتى الجذوره ضروري كيكونوا في التراب هما مغروسين، حيدنا منهم التراب. غنشدهم دابا كنقطعهم كنهرسوهم، اما بالنسبه لسميتو كنديروا واحد اما مقده اما بالمهراز اما شي حاجه، حتى كيوليو لينا رقاق تقريبا بحال ما هذا الشكل، بحال ما هكا بحال ما هكا كيوليو رقاق بحال ما هكا. ديك الساعه باش نتمكنوا من طحونا طحنهم لينا هذاك العطار، العطار هو اللي غيطحنهم لينا. صافي ان شاء الله هما هادو المساخن ديالنا اللي هما انا راه درت شويه بالكثره عرفي راه مع العائله، وهما يا راه ما كيخسروش كيبقاو. انا الاخت ديالي الكبرى راه خديتهم من عندها تقريبا ملي ولدت يا غزال اروى 3 سنين هادي باقين هما، هم باقي عندي واحد شويه عرفتي، كتحلي عليهم عين هما اش كيبغيو، يبغيو كديريهم في قرعه ديال الزجاج وكديري عليها بلاستيك في هذا ديالها، ولا هذوك اللي كيكون عندهم داك الفيلتاج ديال البلاستيك، وكتسدي عليهم مزيان صافي، وكتحطيهم فواحد المكان اللي هو تف شي بلاكار كيبقاو زعما ما كيخسروا ما كيوقع لهم والو. دونك حنا كيما شفتوا معنا هادو هما المكونات، ذكرنا لكم المكونات ديال الجزء الاول ديال المساخن، والاضافات ديال الجذوره ها هما. بغيت باش هاد الجذوره هادو حيت ما كاينش اللي ذكرهم ما كاين ما هادو، حيت انا دابا حيت مقتنعه بهم، حيت انا كنت كنشوف الام ديالي والاخت ديالي الكبرى كانوا يمشيو وكيلقطوهم، كيمشيو عند هذوك اللي كيبيعوا وكيكونوا تبارك الله هما عارفين هاد المسائل هادو، كتقول لي اعطيني مثلا الفوه واعطيني مصلح نظار اعطيني بحال ما هاد، مازال كيبدا يعطيك هو القياس. بحال دابا انا ملي مشيت عطاني قال لي هادي ما تفوتيش فيها مثلا هكا، هادي ما تفوتيش فيها، كيكونوا تبارك الله حافظين هما وعارفين. دونك كما ذكرت لكم هادو هما المكونات دابا ديال المساخن، كاين الجزء الاول فيهم هما هادو، والجزء الثاني اللي تيخلقوا الفرق واللي جربوهم وغادي تحسوا بالمساخن الحقيقيين هما هاد الجذوره هادو. راه نكتب لكم هنا السميات ديالهم باش الا بغيتو تمشيو عند العطار دغيا تقولوا لي الاسماء اعطيهم لكم. دابا غادي نديهم عند العطار يطحنهم لينا في الاله اللي كاينه عنده ديال الطحانه ديال التوابل، وملي غادي نجيبوهم غنوريكم الشكل ديالهم. هنا ها هو من بعد ما جبنا هاد المساخن دابا تتغرب ليهم ياك ماما؟ تغرب لهم تتحيد منهم بحال هاد بحال ما هكايا، داكشي اللي غليظ ما تطحنش في الطاحونة. هذاك ممكن راه غادي ندير نردو للمول الطاحونة يطحنوا ليا عاوتاني. هاك دابا هادي هي المرحلة الثانية. صافي دابا حنا صافي كيبقى هاد شوية بحال ما هكا، حيت كاينين هادوك سميتهم هاد الجذورة فيهم دوك بحال الخيوطة، دابا كيبقى هاد الشي بحال ما هكا بحال السكينجبير كيكونوا فيه هادوك الجذورة وصافي. ها هو يا غربلناه دابا حيدنا هادشي، هادو راه غادي نردو غادي نديه مازال شي بحال القرفه باقا طريفات هكا بحال هذا، غادي نديه مازال غادي نديه نعاود نطحنوه. صافي بالنسبه للمساخن ديالنا ها هو بحال دابا انا خديت هاد القرعه هادي غنديرهم فهاد القرعه، علاش؟ حيت عندها هاد الجوان هذا ولا هاد البلاستيك هذا كيغلقهم باش يبقاو محافظين. المساخن كيبغيو شي حاجه اللي كتسد عليهم. وعاود ثاني واحد الحاجه اخرى بالنسبه دابا انا درتهم كتارين، شي راه كتارين عندي،
راه تقريبا واحد الكيلو هنا ولا اكثر من كيلو كاع تقريبا ديال المساخ اللي عندي. انا غادا نقسمهم الاخوات ديالي كل وحده غادا نعطيها سميتو الحق شويه ديالها، والاخرين اللي بقاو عندي غادا نخلي لي نستعمل القياس اللي غادا نستعمل بحال نبقى نديرو، والاخرين غادا نديرهم فواحد البلاستيكه تقريبا بحال هادي بلاستيكه، وغادا نلف عليهم مزيان وغادا نديرهم في المجمد. في المجمد في المجمد ما كيوقع عليهم حتى شي حاجه، في المجمد كيبقاو محافظين على الطراوه ديالهم زعما ويبقاو طريين. ماما هنايا شتك تضغطي عليه مزيان باش ما يبقاش الهواء يدخل بين هاد المساخن، وباش يبقى فيهم الريحه ديالهم. شي دابا كيفاش درتو كيفاش ضغطت عليهم مزيان؟ شوفي ها انت شوفي كيفاش نقول لكمش الريحه ديالهم. الريحه طالعه كيفاش ديال شي رخيصه خاصه. اييه والله صافي كتشدي تغلقي عليهم مزيان تيقني بانه راه مغلوق عليهم. دابا غادي نحطهم في البلاكار ديالنا ويبقاو بحال ما هكايا، وقت الحاجه ولا وقت ما نبغيهم راه حنا نجيبو. هادو هما المساخن ديالنا تبارك الله عليك ماما، الله يبارك فيك. فيهم شويه ديال التعب ولاني الا قلت لكم الريحه ديالهم والمذاق ديالهم هناك فرق كبير كبير مع هادو اللي محضرين مع المساخن اللي تيكونوا مشريين عاديين. اي حنا مشينا تقدينا الجزء الاول، وملي عرفت هادوك الجذوره ما كاينينش وليت حتى مشيت للدار البيضاء وتقديت عادة هادوك الجذوره، هما اللي عطاونا دابا المساخن ديالنا الحقيقيين. وهذا هو السبب ديال التاخير ديال هاد لا فيديو هادي، ما بغيتش نتقاسموا معاكم تيجيو دوك الجذوره. اي صافي دابا المساخن ديالنا راهما هما هادو تبارك الله. اي صافي حنا كنسدو عليهم، ضروري خصهم السدان يتغلقوا مزيان وبالصحه والراحه. شكرا ماما بزاف، وشكرا على هاد المساخن هادو. نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تلقاكم وانتم يا في امان الله، ونخليكم انا نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تكون مفيده لكم. نخليكم انا في امان الله، الى بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي، بالسلامه عليكم. ما تنساوش تزورونا على لابليكاسيون طبخ ووصفات باش تستافدوا من كل هاد الوصفات اللي كاينين في لاشين ووصفات اخرى متنوعه، وممكن كذلك تبارطاجيو معنا الحداقات ديالكم وذلك باقتراح الوصفات ديالكم.